أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فضاء حر. بعد انقلاب تحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في سبتمبر من العام 2014، وتحديدا عقب توجه الميليشيا إلى المحافظات، بدأت المقاومة الشعبية المسلحة بالتشكل في أكثر من منطقة، ومنها مقاومة تعز التي لا زالت تخوض معركة التحرير ضد الانقلابيين. المقاومة الشعبية إذن اسم وفعل ومخاوف، هكذا يعرفها البعض، اسم لمكون شعبي مسلح تشكل لمواجهة الانقلاب بغرض استعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني، وفعل يخوضه اليمنيون كل يوم في ميادين مختلفة أمام عدو واحد هو تحالف الانقلاب. أما المخاوف فتتمثل فيما يجول في أذهان الكثيرين من تساؤلات حول مدى تنسيق تشكيلات المقاومة فيما بينها وتوحيد خطابها وأولوياتها، وعن تعزيز قيمة الدولة ومستقبل هذه التشكيلات بعد عملية التحرير. في حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء سنتناول المقاومة الشعبية في تعز وأولوياتها قبل وبعد التحرير، وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز قائد الجبهة الغربية للمقاومة الشيخ عبد حمود الصغير، ومن الرياض الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد سمير الحاج. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، والبداية بسؤال مشترك لضيفي الكريمين وأطلب منهما إجابة مختصرة خلال دقيقة واحدة، والبداية ستكون مع الشيخ عبد حمود الصغير من تعز. سيد عبد حمود، هل تعتقد أن أولويات الحكومة وقوات التحالف وأولويات المقاومة الشعبية في تعز هي نفسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم وأشكر ضيفكم الكريم الأخ سمير. فيما يخص أولويات المقاومة والتحالف والقيادة السياسية، لا شك أن الأولويات تختلف من جهة لأخرى. قد يكون الأولويات أو خطط الجيش الوطني والتحالف لا تنسجم نوعا ما مع خطط المقاومة، لأن المقاومة هي عبارة عن نسيج شعبي يتحرك هنا وهناك وفقا للواقع. فيما يخص الجيش الوطني والتحالف، لديهم خطط أكيد عسكرية، يروا أن تكون تعز هي مقدمة أو الحديدة مقدمة أو صنعاء مقدمة، ولذلك مجمل هذه الخطط والبرامج في النهاية تنسجم في خطة واحدة وفي اتجاه واحد، وهو تحرير الوطن بشكل عام. نعم، أنتقل الآن إلى العميد سمير الحاج من الرياض وأوجه لك نفس السؤال. كنت أسأل عن أولويات الحكومة والتحالف وأولويات المقاومة على الأرض، هل هي ذاتها؟ أولوية المقاومة، أولوية الجيش الوطني، أولوية الحكومة والدولة، أعتقد أنها جميعها معا، لكن ربما أحيانا تتجه أولويات في إدارة المشهد العسكري هنا أو هناك، لكن من حيث اعتقادي أن الجميع لهم أولوية واحدة وهو دحر الانقلابيين والعودة إلى الشرعية وإدارة البلد كدولة مدنية بعيدة عن الميليشيا. نعم، إذا أشكرك سيادة العميد سمير الحاج، وهذه الإجابات سوف نبني عليها حوارنا لهذه الحلقة. عودة إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة الآن أيضا مع السيد أو الشيخ عبد حمود الصغير قائد المقاومة بالجبهة الغربية بتعز. ما هو مدى تنسيقكم مع الحكومة والتحالف من جهة، وبينكم وبين فصائل المقاومة الأخرى في تعز؟ فيما يخص التنسيق القائم بينه وبين الحكومة الشرعية وأيضا بين فصائل المقاومة، لا شك أن هناك تنسيق وتنسيق كبير جدا، خاصة وقد أكتمل وجود الحكومة في تعز والشرعية في تعز بتعيين محافظ المحافظة. محافظ المحافظة اليوم مطلع على كل تحركات المقاومة عن طريق مجلس التنسيق. فيما يخص أيضا
الفصائل، فصائل المقاومة الأخرى. أكيد هناك تنسيق يومي وتنسيق على مدار اليوم بشكل كامل، وتنسيق على مستوى العمليات ومستوى التقدم هنا وهناك في كثير من الجبهات. هذا التنسيق قائم لأن لدينا في تعز مجلس، هو مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز، يضم في طياته جميع الفصائل، جميع فصائل المقاومة بما فيها الجيش الوطني. كل هذه التشكيلات تندرج ضمن هذا المجلس، وبالتالي التنسيق قائم وبشكل كبير جدا. نعم، هل لدى مجلس التنسيق بهذا الشكل؟ أستاذ عبدو، هل لدى مجلس التنسيق، مجلس تنسيق المقاومة في تعز، خطة واضحة ومدروسة فيما يتعلق ب يعني تحرير تعز وما بعد التحرير؟ لا شك قيادة المقاومة في تعز التقت في عدن بقيادة التحالف وبالقيادة السياسية المثلثة برئيس الجمهورية، وعرضت خطة متكاملة مدروسة بشكل دقيق لفك الحصار عن تعز وتحرير مدينة تعز بالكامل، ولاقت هذه الخطة استحسان وموافقة الجميع في عدن لتنفيذها. هذه الخطة لا شك أنها أعدت بشكل دقيق وعميق، وأيضا بشكل مدروس عن طريق خبراء في الجانب العسكري بشكل كامل. نعم سيادة العميد سمير حاج، هل أنتم على اطلاع لما تخطط ويرتب له مجلس تنسيق المقاومة في تعز، وكيف تقيم التنسيق بين قوات التحالف والحكومة مع المقاومة في تعز؟ أولا دعينا في البداية أعرج على تحية للأخي المناضل البطل الشيخ عبد الحمود، ولجميع المناضلين في جبهات القتال في تعز التي هي ربما هي التي عانت كثيرا حتى اللحظة. أما من حيث التنسيق، في تصوري أنه كل ما يدور في مجلس التنسيق على المقاومة يكون على اطلاع عليه سواء الجيش الوطني أو التحالف، لأن الجيش الوطني كما تعلمين هو جزء من أيضا مجلس التنسيق على المقاومة. هناك رئيس المجلس العسكري وأعضاء المجلس العسكري وقائد المحور كلهم ينضون تحت هذا المجلس، ومن ثم أعتقد أن التنسيق قائم وأن إدارة أي معركة يتم بمعرفة هؤلاء جميعا. أضف إلى ذلك أنه تدخل الطيران في الأوقات والأماكن المحددة أعتقد يتم بالتنسيق بين مجلس تنسيق المقاومة وبين التحالف، فالتنسيق قائم بين جميع الأطراف والأمور يعني. لكن سيادة العميد، ما هي مؤشرات هذا التنسيق؟ يعني ونحن نتابع بأن هناك تأخر أو تباطؤ في دعم المقاومة فيما يتعلق بتحرير المدينة، رغم تصريحات كثيرة سمعناها منكم شخصيا ومن أيضا أطراف أخرى بأن المدينة، مدينة تعز، على وشك التحرير. لماذا يتأخر هذا التحرير؟ أختي، من حيث المؤشرات هناك مؤشرات كثيرة جدا، لعل أهم مؤشر الطيران عندما يأتي ويشترك في المعركة، لا أعتقد أنه يسير بشكل منفرد أو بأعمال خارجة عن تنسيق المقاومة. المقاومة تدير المعركة على الأرض، وقوات التحالف تدير المعركة الجوية، وكذلك الدعم اللوجستي والدعم المادي، كل هذه الأمور تتم بتنسيق كامل. كل المؤشرات تدل على أن هناك تنسيق متكامل، وإلا لكانت ربما يعني المعارك تدور بشكل غير مرتب وغير منظم. فأما بالنسبة أننا قلنا وقال الآخرون بأن معركة تحرير تعز، أعتقد على رأس من تحدث هو الأخ فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة، ونائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، وقوات التحالف وقيادة التحالف، وحتى يعني الناطق باسم قوات التحالف، الجميع تحدث عن قرب يعني انتهاء معركة تعز. ربما يعني بعض الأمور التي يعني أخرتنا عن إدارة هذا الملف وهذا المسرح من حيث تحرير كامل محافظة تعز له مسببات ومبررات ربما ليس من ما هي هذه المسببات والمبررات؟ نريد أن نسمعها. أعتقد ليس من الحصافة الحديث عنها عن طريق وسائل الإعلام، لأن هذه أمور ربما يعرفها الإخوة المقاومون ويعرفها الجيش الوطني ويعرفها التحالف، ومن ثم يعني دعوا الأمور تسير بشكل منظم ومرتب. أعتقد هناك مشكلة حقيقة عويصة في تعز، لكن لا نريد أن نقول أننا لا نستطيع أو لن نكمل تعز. تعز تعتبر أولوية بالنسبة لجميع الجهات، لكن التأخير ربما له مبررات وأسباب. نعم، أعود إلى الأستاذ عبد الحمود الصغير، يعني هل يمكن أن تطلعنا على الأسباب والمبررات التي تحدث عنها العميد سمير الحاج، والتي ربما هي ما تعيق أو هي سببا في تأخير تحرير معركة تعز؟
لا شك أن قيادة التحالف والقيادة الشرعية في اليمن أيضا وقيادة المقاومة في تعز يدركوا تماما حجم المهمة الصعبة في تعز وحجم أيضا الإمكانيات الكبيرة التي يقوم بها العدو داخل تعز، ولذلك لابد من الترتيب الدقيق والتنسيق الكامل وإعداد العدة بشكل كبير جدا حتى لا تحدث انتكاسة هنا أو هناك لا سمح الله. وبالتالي قضية تأخر الحاسم هي مسألة وقت. لا أعتقد أن هناك أسباب جوهرية في إعاقة الحاسم، قد يكون نوع من أنواع الترتيب في هذه الجوانب ليس إلا. والدليل على ذلك أن إصرار العدو والمخلوع على الميليشيات والمخلوع على أن تكون تعز مركزية بالصراع، فنجد زيادة في العتاد والعدة إلى تعز وزيادة التعزيزات البشرية والآلة العسكرية، دلالة واضحة على أن هذه الميليشيات والمخلوع يريد أن تكون تعز هي محور الصراع على مستوى اليمن بشكل عام، وبالتالي تحتاج أيضا إلى قوة في الترتيب ودقة في الترتيب اللامتناهي ما بين المقاومة وأيضا الجيش الوطني والمسنود بدول التحالف. لا نعم، توجد أسباب قلة الترتيب، قلة الترتيبات والتجهيزات هذه من طرف تعز. المقاومة أم من طرف التحالف؟ نعم، ما هي الجهة التي لا زالت بحاجة إلى ترتيب وتجهيزات لإنهاء المعركة، معركة تعز؟ هل تتحدث عن المقاومة وفصائل المقاومة، أم أن التحالف الحكومة هم لا زال لديهم ترتيباتهم الداخلية بشأن معركة تعز؟ لا شك أن الإفصاح عن كثير من هذه القضايا يندرج ضمن الأمور العسكرية البحتة والخطوات العسكرية البحتة التي لا يمكن للإعلام أو لأي شخص أن يصرح بها، لأن هناك ترتيبات معينة أعتقد أنها من اختصاص العسكريين واختصاص أيضا القيادة العسكرية في الميدان، وبالتالي الإفصاح عن نوع من أنواع هذه الإجابات أو غيرها لا قد يؤثر على سير الصراع بينه وبين هذه الميليشيات. وبالتالي مجمل القول أن هناك ترتيبات معينة، كل له رؤية معينة في حول هذا الترتيب، يتقدم هنا أو يتأخر هناك، لكن في النهاية الجميع متفق على أن مسألة تحرير تعز مسألة قادمة لا شك فيها، إن طال الوقت أو قصر هي مسألة حتمية. وبالتالي نحن لا يهمنا قضية تأخر الوقت بقدر ما يهمنا أن تكون مسألة تحرير تعز هي مسألة خلاص اليمن بشكل عام. نعم، كيف تتحدث عن أن معركة تعز أو تأخر معركة تعز لا يهم؟ ألا تعتقد بأن فيها كلفة كبيرة، كلفة بشرية وكلفة اقتصادية وكلفة إنسانية ويعني وكلفة أيضا تنموية على المدينة؟ أنا أقول قضية مش لا إجابتي على السؤال أنه مش لا يهم قضية تحرير تعز، لا يهم أن نفصح عن خطوات تحرير تعز. نعم، المهم أن تسير الأمور على الأرض بالشكل الذي نراه والشكل الذي أيضا نحن نرتضيه وفقا للخطوط المدروسة وأيضا المطروحة على طاولة الشرعية أو دول التحالف أو المقاومة. طيب، إذا أنتقل إلى الأستاذ يعني السيد العميد سيادة العميد الأستاذ سمير الحاج، يعني هل نستطيع أن نقول بأن الجماعة المتشددة دينيا والمنخرطة ضمن المقاومة في تعز واحدة من أسباب تأخر حسم معركة تعز؟ ربما أنا لم أسمع جيدا ما قاله أخي وصديقي الشيخ عبد الحمود، لكن أنا أعتقد أن هو كان يتحدث بأن هناك تنسيق جيد بين المقاومة والتحالف وأن معركة تعز هي وشيكة طال الوقت أم قصر. على أي حال، بالنسبة للجماعة المتشددة دعيني أؤكد لك وربما يعلم المشاهدين الكرام بخصوص محافظة تعز، محافظة تعز هي محافظة أعتقد لا تقبل أو على الأقل هي بيئة غير حاضنة لتفاصيل أي متشددين من أي نوع كان. مدينة تعز معروف ومحافظة تعز محافظة مدنية، محافظة يعني تنزع دائما للاعتدال وإلى العقلانية وإلى الفكر وإلى التعليم والثقافة، ومن ثم لا أعتقد أن هناك خوف بوجود أي جماعات متشددة، ولا يوجد أصلا جماعات متشددة في تعز. ربما بعض الشباب المتحمس اليوم أعتقد أنه بمجرد التحرير كل شيء سيزول، ليس هناك يعني ما يقلق أو يخيف في هذا الجانب، ولا أعتقد أن هذا هو السبب في تأخير المعركة. المعركة كما قال أخي عبد الحميد قادمة، وطال الزمر أو قصر، ولكن ربما
كما قلت لك أن هناك أسباب يعني لوجستية، أو نقول أنها نحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق حتى تكون خطة تعز مكتملة، لأنها تعتبر محافظة تستحق النصر بقدر ما عانت وقدمت. نعم لا، لكن سيادة العميد هناك أيضا على الأرض، يعني هناك على الأرض يعني معطى آخر غير الذي أنت تتحدث عنه الآن، هناك أيضا جماعات وفصائل مختلفة، والحديث حول أنه ربما لا يوجد تنسيق كامل بين فصائل المقاومة في تعز، وأن هذا ربما يكون واحد من أسباب التعاطي مع تعز بهذا التباطؤ. دعيني أتفق معك في أنه ربما هناك نوع من التباين أحيانا في إدارة المشهد العسكري في المحافظة، لكن بشكل عام أن يوجد مجلس تنسيق، وأنا أعول كثير وكنت أحد أعضاء هذا المجلس في لم شمل هذه التفريعات والعمل بشكل مشترك. أعتقد بعد اجتماعات عدن التي حصلت بين جميع قيادات محافظة تعز وتعيين محافظ وتعيين قائد المحور، أعتقد الأمور الآن تسير بالاتجاه الصحيح، ودعينا نتفائل بالمستقبل. فدائما الإنسان يبحث عن بصيص النور الموجود في خلف هذه في خلف هذا الظلام، لكن أيضا بالمقابل بصيص النور لدينا أصبح اليوم إشعاع كبير، سواء بوجود الشباب المقاتل والجيش الوطني والأمن الموجود في محافظة تعز، كل هذه أمور برضو جيدة رغم العناء الذي يعاني منها أبناء تعز. نعم نعم سيادة العميد، لكننا أيضا دائما نحاول أن نجد إجابات لتساؤلات كثير من اليمنيين حول ما يتعلق بمعركة تعز وتأخرها. أنتقل إلى الشيخ عبد الحمود الصغير، يعني هل تتفق مع سيادة العميد سمير الحاج بأن كل مكونات المقاومة وفصائل المقاومة في الداخل هي فعلا تحت السيطرة وتحت سقف مجلس التنسيق المقاومة؟ أتحدث أيضا عن الفصائل التي المتشددة دينيا، أو لو إذا ما تحدثنا عن كتاب أبو العباس، هل ترضخ كليا لمجلس تنسيق المقاومة وتوجيهاته؟ كما أخبرتك سابقا، مجلس تنسيق المقاومة في تعز يضم كل فصائل المقاومة بدون استثناء، وكتائب الشيخ أبو العباس أو غيره من الكتائب هي منضوية تحت هذا المجلس، وبالتالي لا نطلق عليها أنها جماعات أو غيره. هذه عبارة عن فصيل مقاوم داخل محافظة تعز يعمل في النور لا يعمل في الخفاء، وبالتالي كل أبناء تعز يعني عصبة واحدة وجماعة واحدة وإئتلاف واحد. هذا الإئتلاف وهذا التجمع يجمعنا مجلس التنسيق، قد تتباين الرؤى كما ذكر أخي سمير. لا شك أن لكل من القادة قد يكون له رؤية معينة أو رؤية خاصة، لكن في النهاية تجتمع هذه الرؤى وفق رؤية معينة واحدة، هدفها الرئيسي تحرير مدينة تعز مهما تعددت الآليات والطرق والأساليب، لكن في النهاية الكل مجمعون على أن مدينة تعز لابد أن تحرر، وبعد تحرر مدينة تعز سيعود كل إلى مجاله وإلى ميدانه الذي يعمل به. نعم، لكن هناك أيضا بعض المخاوف، وهي مخاوف مشروعة خاصة بعدما رأينا من ما حدث في عدن بعد التحرير وظهور بعض الفصائل التي كانت محسوبة على المقاومة والتي الآن لا زالت خارج سيطرة الدولة. والسؤال لسيادة العميد سمير الحاج، ألا تنتابكم مخاوف من هذا القبيل أو تكرار لهذه التجربة في تعز؟ هذا الأمر لن يكون صعبا كثيرا، نحن بدأنا مبكرين باستحداث وتجهيز الوحدات الأمنية وإعداد أقسام الشرطة وتدريب الأفراد الأمنيين لاستلام مقرات الدولة، أضف إلى ذلك أنه موضوع المشكلة القائمة في عدم تجنيد أفراد المقاومة الشعبية في جهازي الجيش والأمن، أيضا نحن بدأنا بخطوات إن شاء الله جيدة، ومن ثم لا أعتقد أنه بعد التحرير ستكون هناك معضلة كبيرة. طبعا في بعد كل معركة وبعد كل حرب لا بد أن تحصل هناك بعض ربما الهنات والفقاعات، وأيضا تكون هناك بعض أقول المناطق الرخوة التي ربما يعبر منها يعني بعض الإشكالات الأمنية، لكننا في المحصل يعني نعتقد أنه في تعز ربما تكون هذه أسهل. نعم، أنضم إلينا أيضا الآن عبر الهاتف من تعز الأستاذ رضوان الحاشدي، وهو المسؤول الإعلامي للجبهة الشرقية للمقاومة بتعز التابعة لأبي العباس. مرحبا بك أستاذ رضوان. مساء النور. نعم أستاذ رضوان، هناك من يتحدث بأن
الجبهة الشرقية للمقاومة في تعز أو ما تسمى بكتائب أبو العباس هي لا تعمل أو لا تعمل ضمن يعني السياق العام للمقاومة، وأنها لا تعترف بنظام السياسي للدولة والجمهورية، كيف ترد؟ الكلام هذا غير صحيح. الجبهة الشرقية جبهة أبو العباس هي منخرطة مع المقاومة في تعز وضمن المجلس العسكري للمقاومة الشعبية في تعز. نعمل تحت شرعية الدولة، نحن نؤمن بالدولة ونحن نقاتل من أجل إعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي. نحن ضد الانقلاب، ضد ما يحصل في مدينة تعز واليمن بشكل عام من انقلاب الحوثيين على هذه الدولة. الكلام الذي يقال هو مجرد أخبار تخرج من مطابخ المخلوع وجبانيته، كلام غير صحيح ومرفوض، ونحن ما زلنا متمسكين في شرعية هذه الدولة للآن. طيب ماذا عما بعد التحرير، تحرير محافظة تعز أو مدينة تعز؟ هل تنوون للتحول إلى العمل السياسي أم ستظل الكتائب هذه فصيل مسلح خارج إطار الدولة؟ بالنسبة للنهج السلفي نحن لا نعمل ضمن إطار سياسي. إلى الآن نحن ننتظر أن نرى أن الأحزاب كلها لم تقدم أي شيء. نحن في الجبهة السلفية يخص بالسلف بشكل عام، نؤمن بالدولة التي ستأتي إن شاء الله، وستأتي معها الجيش الوطني القوي الذي سوف يوفر لنا الأمن. يومها نستطيع أن نعود إلى حياتنا الطبيعية ونسلم سلاحنا إلى الدولة، وهي مسؤولة عن حمايتنا وحماية هذا الوطن. من يقول أننا سنستمر في عمل ميليشيات خارج إطار الدولة، خارج إطار الفرقة، هذا الكلام مرفوض وغير صحيح. ونحن نهجنا واضح خلال الفترة السابقة، لا تجد أي خير فيه حتى في الوضع الطبيعي حتى يتحمل سكين، يعني في كسلاح. ما هي تطميناتكم؟ كيف يمكن أن تطمنوا الناس؟ كيف يمكن أن تطمنوا من يشكك ب يعني انتمائكم للمقاومة الشعبية وأيضا عملكم تحت سقف الدولة، سواء قبل التحرير أو بعد التحرير؟ نحن إن لم نكن ضمن المقاومة لما دخلنا في المجلس العسكري. نعم. المجلس العسكري الموجود في مدينة تعز هو أول مجلس عسكري مشرف الجمهورية اليمنية، ونحن ضمن إطاره وضمن خطته ومع المقاومة. كلام غير صحيح اللي يقول أننا لسنا ضمن المقاومة ونعمل تحت شرعيتنا. نحن لازلنا إلى اليوم ونحن نقاتل من أجل دحر الحوثيين الانقلابيين. فكيف نستطيع أن نشتغل خارج الدولة أو ضمن إطار؟ طيب أستاذ رضوان، كيف تفسر بعض الأخطاء التي ارتكبت ونسبت إلى كتائب أبو العباس؟ أكثرها كانت طبعا 95% إن لم يكن أكثر. نعم. كانت ملفقات الفيق، لا يوجد أي أشياء أو ثبوتات على كتائب أبو العباس، كلها كانت تنشب عن طريق الكذب والآلة الإعلامية التي كانت تحاول أن تشوه هذه الجبهة. لليوم نحن ثابتين ومستمرين وصامدين. طيب وماذا عن 10% إذا ما افترضنا صحة ما تقول؟ أخطاء قد تحصل، هي نحن لسنا ملائكة ولسنا منزعين من هذه الأخطاء. أخطاء قد يرتكبها أفراد بشكل فردي، لأنه الجبهة لا تعني أنه كل الجبهة هي سلفية، يوجد لدينا عوام يرتكبون أخطاء وهذه أخطاء بشرية. نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضوان الحاشدي، المسؤول الإعلامي للجبهة الشرقية للمقاومة والمعروفة بكتائب أبو العباس. وأتحول الآن إلى الشيخ عبد الحمود الصغير، بالنسبة لبعض الأخطاء والجرائم التي ذكرت ونسبت للمقاومة لفصائل مختلفة من المقاومة، كيف تتعاملون معها؟ لا شك أن توجد أخطاء فردية لدى بعض الأفراد في جميع صفوف فصائل المقاومة. نعم. وبالتالي نحن نتعامل
فيما يخص هذه التصرفات تعامل مسؤول، سواء عن طريق الجبهة أولا ثم عن طريق مجلس التنسيق ثانيا، ثم يجمع أبناء تعز وتجمع كل فصائل المقاومة على تجريم وتحريم مثل هذه الأفعال أيا كانت، سواء أفعال صغيرة أو كبيرة. في النهاية هذه الأفعال قد تكون أفعال فردية لا تؤخذ على مستوى المجموع، في طابع المقاومة مقاومة شعبية، ومقاومة أساسا هي مقاومة نبعت من بين ثنايا أبناء تعز، وبالتالي قد الأخطاء قد توجد طبيعي، لكن كيف نحاول نحن نحل هذه الأخطاء وتجاوزها تدريجيا؟ طيب أستاذ عبد حمد الصغير، لا أدري أيضا إلى أي مدى سيادة العميد يتابع أخبار المقاومة في تعز وبعض البلبلة والأخبار التي تثار حول المقاومة في تعز وبعض فصائلها حول بعض الأخطاء للمقاومة والتشويش على المشهد العام للمقاومة كخط وكنهج وطني أيضا وكخطاب وطني، كيف تقيمه أنت سيادة العميد؟ أنا أقول أختي طبعا بخصوص وجود أخطاء، كما قال الأخ رضوان مسؤول الإعلامي في جبهة أبو العباس، فعلا المقاومة ليسوا ملائكة، ولكن أي خطأ يتم بناء وتعرف المقاومة بهذا الخطأ أعتقد أنها تتخذ إجراءات، وأي خطأ أيضا هناك محاسبة مباشرة لأي شخص يرتكب مثل هذا الخطأ. أنا أتصور أنه الأخطاء في عمل كبير كهذا، نحن نتكلم عن معركة الآن دارت منذ أكثر من قرابة السنة، ومن ثم إذا جينا نجمل كل الأخطاء التي حصلت خلال الفترة الماضية ربما نجدها طفيفة جدا مقارنة بأي مشهد كبير وضخم وأيضا يعني عنيف كالذي حصل في محافظة تعز. ماذا عما تواردت الأخبار عن حادثة مقتل أحد الأسرى أسرى الميليشيا خلال الأسبوع الماضي؟ هو ليس كل ما يأتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي دقيق وصحيح، لأنه في الأخير الناقل يتحدث عن وجهة نظره الشخصية، ونحن بحاجة في مثل هذه المسائل إلى التحقيق المجرد والنظيف بحيث احنا نصل الى اي الى الى النتيجه الصحيحه. طبعا اي خطا من هذا القبيل مرفوض جمله وتفصيلا، هذا يخالف القانون، يخالف الشرع، يخالف حتى العرف القائم في محافظه تعز مدينه الثقافه والعلم. فاعتقد انه اذا كان هذا الخطا ارتكب سيتم محاسبه فاعله وسيتم اتخاذ اجراءات محدده يعني تتخذها المقاومه، واعتقد انها اتخذتها اذا كان هناك حادث كهذا. واذا كان المساله عباره عن فبركات إعلامية أو عبارة عن يعني شخص هنا أو هناك يريد أن يبلغ على المقاومة، أعتقد المقاومة تجاوزت مثل هذا الأسلوب في إثارة البلاد في المجتمع. يعني على أي حال هي هذه النماذج أو هذه الحوادث هي تنبئ وتبين مدى جدية المقاومة في تقديم نموذج سليم ويعني ومقنع ومطمئن للآخرين نحو الدولة التي تقاتل تحت سقفها. أستأذنكم يعني ضيفي الكريمين وأعزائي المشاهدين للذهاب إلى هذه المادة التي تتحدث عن أولويات المقاومة قبل وبعد التحرير، ثم نعود لاستئناف النقاش. إذن عودة إليكم مشاهدي الكرام وضيفي الكريمين العميد سمير الحاج والشيخ عبد حمود الصغير. والحديث يعني شيخ عبد حمود الصغير، هناك من يتحدث بأن تعز جبهة استنزاف بالنسبة للحكومة وقوات التحالف، جبهة استنزاف للإنقلابيين، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ قضية أن تكون تعز جبهة لاستنزاف العدو، لا شك أن تعز
جبهة قوية وصامدة خلال 10 أشهر استنزفت العدو بشكل كبير جدا، هذا لا شك فيه، واستنزفت أيضا من المقاومة ومن الشرعية ودول التحالف، هذا الأمر مفروغ منه. لكن يعني موضوع تعز أو قضية تعز أكبر من أن تكون جبهة استنزاف. تعز هي 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 مركزية الصراع، تعز هي محور الوطن بشكل عام، تعز هي مفتاح يعني منتصف المحافظات الجنوبية والشمالية، وبالتالي السيطرة على تعز لأي جهة كانت هي عبارة عن بارقة إما إلى تأييد الانقلاب بشكل عام أو أيضا الخلاص من الانقلاب بشكل عام، وبالتالي تعز تمثل حجم كبير من أجندة الميليشيات، والمخلوعة أيضا تمثل أيضا حجم كبير من أجندة المقاومة والشرعية ودول التحالف، لا شك في ذلك. نعم. طيب سيادة العميد يعني سمير الحاج، إذا ما قلنا أو ذهبنا معك فيما يتعلق بتحرير تعز بأن يعني هناك لكم أسبابكم فيما يتعلق بتأجيل المعركة، لماذا أيضا تتأجل أولوياتكم فيما يتعلق برفع الحصار عن المدنيين في تعز؟ الحصار ربما أنا تحدثت معك شخصيا في العزة في أكثر من لقاء. نعم. بأن صار ربما يعني أخذ طابع منذ يعني طابع استعدادي منذ 2011، هذه المدينة كان يفترض أن نبدأ بفك حصارها من عام 2011. في هذه الآونة اشتد الحصار على محافظة تعز لسيطرة الألوية المحيطة اللي هو 35 اللي هو 22 اللي هو 17 على جميع المداخل والمنافذ لهذه المدينة منذ وقت مبكر، حيث أصبح اختراق هذا الحصار صعب جدا على المقاومة الموجودة في قلب المدينة، وكذلك عدم وجود أي منافذ أخرى، فخط عدن مغلق وخط أيضا الحديدة مغلق وخط صنعاء مغلق، جميع الخطوط تقريبا مغلقة، وهذا ربما هو الذي أدى إلى أن يستمر هذا الحصار. تأخر أيضا الحصد في كثير من النقاط دعينا أقر واعترف أن ربما كان سبب في تأخير فك منفذ وبالذات المنفذ الغربي، ربما تأخرنا نظرا لربما بدايات المقاومة التي كانت لا زالت في بدايتها ولا زالت كانت لا تمتلك كثير من المعدات، هي التي سببت عدم يعني فتح المنفذ الغربي من اللواء 35 والسيطرة على خط الحديدة، ولذلك مسألة الحصار هذه رغم أنها قائمة لكن الكل يعمل على فك هذا الحصار، واعتقد انكم تتابعون ذلك. ما الذي تعملونه لفك الحصار؟ والله هي لان نحن في الاخير نظل نحن والتحالف وايضا الحكومه الشرعيه نسعى جاهدين لان ندخل ما نستطيع سواء من المؤن او الاغذيه او العلاج، وقد قبل فتره ربما قام التحالف بتنسيق وترتيب وتنظيم معنا كقياده قوات مسلحه وك ايضا مقاومه في عمليه انزال المعدات والاغذيه والادويه بهدف كسر هذا الحصار، ايضا اضافه الى العمل الذي تقوم به الحكومه مع المنظمات الدوليه ومع الامم المتحده ومع العالم كله لكي تفك هذا الحصار، اضافه الى ما تقوم به المقاومه من ايضا عمل جبار وكبير والجيش الوطني في المحافظه لفتح اي منافذ ادخال المؤن والاغذيه والادويه الى المحافظه. طيب سياده العميد، لكن ايضا هناك اراء كثيره تتحدث عن ان لانه لا زال الدعم بسيط جدا جدا حتى فيما يتعلق بدعم المنظمات الدوليه لتعز التي تنظر الى المقاومه فصائل المقاومه كاطراف صراع وتساوي بينها وبين الميليشيا. استاذ عبدو، كيف تقيم انت جهود الحكومه فيما يتعلق برفع الحصار وايضا جهود المنظمات الدوليه في هذا الاتجاه؟ فيما يخص رفع الحصار على مدينة تعز، لا شك أن هناك قد يكون تقصير من منظمة دولية، لا شك قد تكون الحكومة قصرت في جانب أو آخر، لكن كل جهة تقوم بواجبها بما تستطيع. لا شك أن تعز حاول العدوان والميليشيات والمخلوع بإحكام الحصار على جميع منافذ المدينة بشكل كامل وبترسانة عسكرية لكثير من الألوية، هذا التركيز الكبير على تعز وعلى حصارها كما قال الأخ سمير هو الهدف تركيع تعز، لأن تعز هي من لفظت المخلوع في 2011 وهي من أشعلت شرارة الثورة في 2011، وبالتالي
الانتقام من تعز والحق على تعز ليس وليد اللحظه بل وليد 2011. نعم، هل لديكم انتم كمقاومه، نعم، هل لديكم اي جهود، نعم، هل لديكم اي جهود انتم لتخفيف العبء على المدنيين وفتح منافذ لادخال المساعدات الى تعز؟ وما تقوم به المقاومه لا يملك الا في هذا النطاق وفي هذا الاطار. لا شك ان ما تقوم به المقاومه هي للسعي لفك الحصار بشكل كامل على مدينه تعز او ايجاد منافذ امنه، و وجد بعض المنافذ سواء القليله جدا او البسيطه، لكن في النهايه نحن نحتاج الى رفع الحصار كليا عن تعز بشكل كامل وبشكل كلي وليس جزئي. ما تقوم به المقاومه تسير في هذا النطاق وفي هذا الاطار. طيب استاذ عبده، هناك ايضا من يتساءل عن عوده الشيخ حمود المخلافي الى تعز والذي كان في طريقه اليها وتوقف في احدى مديرياتها، لماذا تاخرت عوده الشيخ حمود وما الذي يعني ينتظره ابناء تعز خلال الايام القادمه فيما يتعلق بقياده المقاومه؟ والله اعتقد ان ما صرح به قائد المقاومه الشيخ حمود المخلافي حول عودته من عدمها الى المدينه طرح كثير من الأسباب والمسببات، ومن أهمها العمل على ترتيب العمل خارج المدينة لفك الحصار. وما انتصارت اليوم في المسراخ إلا في هذا الإطار، وما انتصارت الأقروض إلا في هذا الإطار، وما انتصارت بنت قسيم إلا في هذا الإطار، بمعنى أصح أن تتحرك المياه الراكدة من خارج المدينة حتى نصل وتلتحم كل جبهات المدينة مع جبهة الضباب وتفتح الحصار بشكل كامل. نعم، هل أفهم من كلامك بأن الشيخ حمود المخلافي يقود المعارك الآن من خارج المدينة؟ لا شك أن الشيخ حمود هو قائد المقاومة وبوجود إخوانه سواء في الجيش الوطني أو غيره، الأخ يوسف الشراقي والأخ عدنان الحمادي والشمساني وبقية قيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني كلهم يعملوا جاهدين لفك هذا الحصار بطريقة أو بأخرى، وأيضا تحريك الجبهات هنا أو هناك. لا شك أنهم يشرفوا على الجبهات سواء الداخلية أو الخارجية، وكلنا نعلم أن قيادة تحرير تعز تتكون من مجموعة من الإخوة بقيادة الشيخ حمود وعضوية الجيش الوطني بقيادة الأخ يوسف الشراقي قائد محور تعز، أو الأخ عدنان الشمساني الأخ عدنان الحمادي والشمساني، وأيضا الأخ صادق سرحان وبقية أعضاء المجلس المتواجدين داخل المدينة الأخ عارف وغيرهم. طيب دعني أنقل هذا السؤال أيضا إلى سيادة العميد سمير الحاج، هل تعتقد بأن الحكومة وقوات التحالف دعمت قائد المقاومة الشيخ حمود المخلافي في طريقه الآن إلى تعز بما يكفي؟ أنا أعتقد أن الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة قد أجاب عن هذا السؤال وأغنانا وقال بأنه فعلا تلقينا دعم لوجستي، ولكن ربما ليس الدعم الذي الكافي لتحرير المحافظة، لازلنا بحاجة إلى أشياء كثيرة سواء معدات ثقيلة أو أيضا ذخائر وأيضا ما يتعلق بمؤن الأفراد وأغذيتهم، كل هذه الأمور ربما لم تصل للحد المطلوب، لكن من حيث المبدأ تم الدعم. لماذا لم تصل سيادة العميد؟ ما الذي يؤخر وصول المساعدات والمؤن والتجهيزات العسكرية؟ الآن ربما بعد فتح منطقة نجد قسيم أصبح من السهل التحرك من منطقة التربة وإمداد الجبهات بجميع الأغذية والمستلزمات الطبية والغذائية، أنا أقصد هذا. ولذلك أعتقد الشيخ حمود قد أجاب عن هذا وقال بأنه تلقينا دعم، ولكن هذا الدعم ربما ليس كل ما نريد، وطبعا عندما يصل معظم ما نريد سيكون إن شاء الله الوضع العسكري. طيب الأستاذ عبد حمود، يعني أخيرا، ما هي أولويتكم الآن كمقاومة في تعز خلال الأيام القليلة القادمة؟ أولويات المقاومة بشكل نعم. عام مع الجيش الوطني ودول التحالف هي تحرير مدينة تعز نعم. بالكامل. فك الحصار هو جزء من هذا التحرير، فك الحصار ثم تحرير المدينة بشكل عام، هذه أولوياتنا في هذه المرحلة. ثم تأتي الأولويات الأخرى بعد التحرير، وهي أن نعود جميعا في المجلس التنسيق المقاومة الذي هو خليط من كل فئات أبناء تعز، المهندسين، الأطباء، المعلمون، الطلاب، سيعودوا إلى مجالاتهم المختلفة لأداء دورهم القادم، وهو الدور المهم في بناء تعز وتعمير تعز.
نعم، إذن ليست لديكم اشتراطات لدمج المقاومة في الجيش الوطني بعد التحرير؟ لا شك أن رئيس الجمهورية والحكومة لديها كثير من الأجندة في هذا الجانب، وهي قد بدأت في ضم كثير من أفراد المقاومة إلى الجيش الوطني، وهذا شيء لا غبار عليه، ومشروع أن نطالب أو يطالب أبناء تعز بإشراك أو إدراك أبناء المقاومين إلى الجيش الوطني، هذا أقل اعترافا بالجميل أو عرفانا بالجميل لهؤلاء الذين ضحوا بدمائهم. نعم. نعم. ورووا تربة تعز بهذه الدماء الطاهرة. نعم، إذا سيادة العميد سمير الحاج، إلى أي مدى تتوافق هذه الأولويات التي طرحها قائد الجبهة الغربية الأستاذ عبدو حمود مع أولوياتكم كحكومة وكقوات التحالف؟ أعتقد أنه ربما لا تختلف تماما عن ما نطرحه كأولويات في بالنسبة لمحافظة تعز، فالأولوية فيها هي فك الحصار ويعني دحر الانقلاب وإعادته إلى جحوره في من الأماكن التي جاء منها، وكذلك يعني أيضا البدء في بناء ما دمرته هذه الحرب الظالمة على محافظة تعز، وأيضا البدء في ربما استعادة عافية المواطنين بعد حصار طويل استمر أكثر من سنة. تتفق الحكومة مع ما تطرحه المقاومة في تعز، وبإذن الله تعالى قادم الأيام تكون أفضل بإذن الله. نأمل ذلك. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. أيضا أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد حمود الصغير قائد المقاومة بالجبهة الغربية بتعز، كما أشكر الأستاذ رضوان الحاشدي المسؤول الإعلامي الجبهة الشرقية للمقاومة بتعز الذي انضم إلينا عبر الهاتف. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين جزيل الشكر. ألتقيكم الأسبوع القادم في فضاء حر. في أمان الله.